السلام عليكم خوتي وخواتاتي، رمضان كريم يدخل عليكم بالصحه والسعاده والزياده في الرزق يا ربي. فيما كتشوفوا معنا اليوم، حنا كنتواجدوا في هذه العماره، جينا نشوفوا واحد لابارتمون جات في العزيزيه، يعني جات مورا مجمع الحسني، جات حدا مجمع النور، حدا البيت العتيق، جات في العزيزيه في طريق الرباط، حدا مرجان، حدا سيتي كلوب. وكيف ما كتشوفوا وسط العماره هو هذا كيفاش عامل. وهاد لابارتمون اللي ما جي نصورو اليوم راه جات في الايطاج الخامس، والعماره فيها 7 ديال لي زيطاج. كما كتشوفوا الوسعيه ديال الدروج هي هذه، نوريها لكم. هذه هي الوسعيه ديال الدروج ديال العماره ديالنا. وهاد العماره راه فيها لاسانسور وفيها الكاميرا سيرفيونس كما كتشوفوا، يعني راها سيكوريزي. وكيف ما قلت لكم هاد لابارتمون جات في الايطاج الخامس، فيها 85 متر. ولاسانسور الخاص بالعماره هو هذا، كيفاش عامل؟ راه كيعملوا ليه الماتونس مره في الشهر، ويعني كاين سانديك اللي كيخلصوا ليه الواجبات ديال لاسانسور، الواجبات ديال فام دو ميناج. كيف ما لاحظتوا راه العماره راه مهلين فيها، وفي كل ايطاج كاينين 4 ديال لي زابارتمون. والابارتمون اللي ما جينا نشوفو اليوم هي هذه، وفيها جوج ديال الاختيارات، يا اما تشريوها خاويه يا اما تشريوها بالفراش، نتوما واللي حب الخاطر ديالكم. دابا ندخلو نشوفو الداخل ديال الابارتمون على بركه الله. كيف ما كتشوفو مع الدخله كنلقاو هذا الكولوار، هذا اللي كيدي ديريكتومون للصاله هو هذا. كيفاش عامل مول الدار هنايا؟ راه مزلجو وعامل هاد المرايه الكبيره، هي هذه، يعني دار رائعه صراحه الله. وفيها جوج ديال لي فاصاد، يعني جوج ديال الواجهات، وفيها ثلاثه ديال البيوت وصالون وكوزينه وحمام. الصباغه اللي عاملين في الحيط هي هذه، ومع الدخله كنلقاو الصاله الخاصه بالابارتمون، وعاد هاد القوس اللي فيه الكلوار اللي جامع ثلاثة ديال البيوتة بالكوزينة والحمام. وكيف ما قلت لكم هاد لابارتمون يا اما تشريوها بالفراش يا اما تشريوها خاوية، نتوما واش حب الخاطر. الوسعية الصالة هي هادي، والسقوف ديالها هو هذا. كيفاش عامل؟ كيف ما كتلاحظوا الدار راها باقا نقية تبارك الله، وراها جات واسعة وكبيرة، وفيها جوج ديال الواجهات، دو فاصاد. والصباغة اللي عاملين في الصالة هي هادي. وبالنسبة للناس اللي غادي يبغيو يشريو الدار بالفراش، هذا هو الفراش اللي كاين في الصالة. يعني كيف ما كتلاحظوا الصالة راها جات واسعة تبارك الله. وهذه هي الترية اللي عاملين مالين الدار في الصالة. وعاد نوريكم الديكورات اللي كاينين هنايا في الكوان. والإطلالة ديال الصالة ديالنا هي هذه، كتطلع على هذا الاسباس فيغ اللي قدامكم. وكيف ما قلت لكم هذا لابارتمون راه عندها جوج ديال الواجهات، دو فاصاد، وفيها 85 متر. جات في الايطاج الخامس، جات في العزيزيه، يعني حدا مجمع الحسني في طريق الرباط، قدام سيتي كلوب، قدامكم مرجان، قريب لكم اتاكادا وبريكوما، يعني جميع المرافق العموميه قريبه لكم. في مجمع الحسني راه كاين جوج ديال لي فارماسي بالحمام بالفران، حداكم سوق القرب اللي يلاه داروه، يعني راه جميع المرافق العموميه قريبه لكم، وكتبقى قريبه من المدينه هاد لابارتمون. كما كتشوفوا هنايا كنلقاو التلفازه بالطبله ديالها، بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يشريو الدار بالاثاث. ودابا نمشيو باش نشوفوا البيوت ديال الناس مع الحمام والكوزينه. هنا كنلقاو الكولوار اللي جامع ثلاثه ديال البيوتة بالحمام بالكوزينه ديالو. و
ودابا ندخلو نشوفو البيت الاولاني على بركة الله. هو هذا هنا مولين الدار عاملينو البيت ديال البنيته الصغيره. الوسوعية ديالو هي هذه، وراهم عاملين البارك في الارض. هو هذا البارك اللي عاملين في الارض، وكيف ما كتلاحظوا البيت راه واسع وكبير تبارك الله وضاوي. بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يشريو الدار بالاثاث ديالها، هنايا عاملين بيرو صغير ديال البنيته. هذه هي الصباغه والشكل اللي عاملين في الحيط. كيف ما كتشوفوا البيت راه داخله شميسه تبارك الله. وعاد هنا كنلقاو كاما ديال بنيته صغيره، كاما دو واحد. هذه هي الصباغه اللي عاملين في الحيط. والسقف د البيت هو هذا كيفاش عامل. كما كتلاحظوا الدار ما فيها لا غموله لا بروده لا كحوليه. هنا كنلقاو الماريو ديال ثلاثه البيبان بالمجوره ديالو. وعاد كنلقاو الطاقه الكبيره ديال الالومنيوم والزاج. الاطلاله ديالها هي هذه، كتطلل على الواجهه الثانيه، حيت كما قلت لكم هاد لابارتمون عندها جوج ديال الواجهات، يعني قيله كتقيل فيها. ودابا نمشيو باش نشوفو البيت الثاني والكوزينه والحمام والبيت الثالث. يعني الدار جات كبيره تبارك الله ديال العائله الكبيره. هنا كنلقاو البيت الثاني، هنا مالين الدار عاملينه بيت كلاس. الوسعيه ديالو هي هذه، والسقف ديالو هو هذا كيفاش عامل. يعني تبارك الله باقا الدار نقيه. وبالنسبه للناس اللي غيبغيو يشريو الدار بالاثاث، هذا هي الفراش اللي عاملين في بيت كلاس. هو هذا كيفاش عامل بالخديات، وكيف ما كتشوفوا البيت راه ضاوي تبارك الله. هذه هي الصباغه اللي عاملين في الحيط. يعني كما كتشوفوا لابارتمون ما فيها لا غموله لا بروده لا كحوليه. وهنا كنلقاو الطاقه الكبيره ديال الالومنيوم، وراه مول الدار بدل الريدوات كاملين، دارهم دوك لي ريدو لي اوتوماتيك. ثم كيف ما كتلاحظوا راه خدامين كاملين بهم، حيد هذاك الريدو العادي ودار هادو ديال اوتوماتيك. وهذا هو الريدو اللي كاين في هاد البيت. ودابا نوريكم الاطلاله ديال البيت الثاني ديالنا، كتطلع حتى هي على الواجهه الثانيه. وكيف ما قلت لكم هاد لابارتمون راه جات في الايطاج الخامس في العزيزيه، فيها 85 متر. وهاد لابارتمون كتبع يا اما خاويه يا اما بالفراش، يعني ليكم حريه الاختيار. اللي بغى يشريها بالفراش مرحبا، واللي بغى يشريها خاويه مرحبا. غادي نقول الثمن في اخر الفيديو. هنا كنلقاو الحمام الخاص بهاد لابارتمون. السقف ديالو هو هذا كيفاش عامل، مزلج حتى للسقف كيف ما كتلاحظوا. والوسعيه ديالو هي هذه، ما كتلاحظوا هنايا كنلقاو طواليت بالبابو والبانيو. وكيف ما كتشوفوا الحمام راه ما فيه لا غموله لا بروده لا كحوليه. كيف ما كتلاحظوا الدار راه باقا نقيه. هنا كنلقاو الطاقه ديال التهويه، ودابا نمشيو باش نشوفو الكوزينه الخاصه بهاد لابارتمون.
لوسوعية ديال الكوزينة ديالنا هي هادي. مزلجة حتى السقف، والسقف ديالها هو هذا. كيفاش عامل؟ كنلقاوها دايره بالبلاكارات من الفوق، وعاد البلاكارات من التحت ديال الخشب. كنلقاو هنايا كاين اللورنيه، وعاد البوطه ديال الطياب بلاهوت ديالها، والفران بالنسبه للناس اللي غيبغيو يشريو الدار بالاثاث. وهذه هي الثلاجه اللي غادي تبقى في لابارتمون اذا شريتوها بالاثاث ديالها. وعاد هنا كنلقاو البالكون اللي مول الدار، هنايا استغلوه عمل فيه ماكينه ديال التصبين مع الماكينه ديال القشوع. وعاد كاين بلاكار ديال سد البيبان الفوق ديال الخشب. كيف ما قلت لكم هاد لابارتمون راه جات في العزيزيه في الايطاج الخامس، فيها 85 متر. ودابا نمشيو باش نشوفو البيت نعاس الثالث ديالنا. بيت نعاس الخاص بهاد لابارتمون الثالث هو هذا. نوريكم لوسعيه البيت هي هذه. كما كتشوفوا البيت راه ضاوي ومشمس تبارك الله. البيت راه واسع، هاز الكامه ديال جوج بالكوكيتات ديالها، والصباغه اللي عاملين البابي بانت اللي عاملين في الحيط هي هذه، بالكليماتيزور ديالو. والبيت النعاس اللي يقدر يبقى في هاد لابارتمون اذا شريتوها بالفراش هو هذا. يعني كيف ما كتلاحظوا البيت راه واسع وكبير تبارك الله، وهاز الفراش ديال البيت النعاس كامل. وهذا هو البابي بانت اللي عامل في الحيط، وسقف البيت هو هذا. وعاد هنا كنلقاو الماريو ديال اللحت الشوك الخاص بهاد البيت. كيف ما كتشوفوا البيت راه مشمس تبارك الله، يعني داخله اضاءه وداخله شميسه. وكيف ما شفتوا معنا خوتي وخواتاتي، هذه هي لابارتمون اللي جات في العزيزيه في طريق الرباط حتى سيتي كلوب وحده مرجان، فيها 85 متر، جات في الايطاج الخامس. مولاها كيطلب فيها 62 مليون خاويه و 72 مليون بالفراش. اذا عجبتكم وبغيتيو تجيو تشوفوها مرحبا، ما عليكم الا تصلوا بنا في الارقام اسفل الفيديو، واللي مكتبه ليه فرزق هو اللي غيديها. اذا عجبكم هادشي اللي كنعملوه وبغيتو نجيو نشوفو الديور ديالكم تحطوهم لبيه اولا للكره، مرحبا، ما عليكم الا تصلوا بنا في الارقام اسفل الفيديو، وان شاء الله ما يكون غير الخير. كنتمنى تعاونونا بجيم وابوني وبارطاجي وفعلوا الجرس باش يبقى وصلكم ديما الجديد ديالنا. الله يسهل عليكم في هاد الايام المباركه كاملين يا ربي، حتى تعملوا الديور ديالكم ويفتح لكم بيبان رزق ويسهل عليكم في اللي كتمنوا يا ربي. ايوا قولوا امين. نهاركم مبروك، عواشر مبروكه.